الآجال القانونية للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تنتهي اليوم بعد أسبوعين من انطلاقها، فترة شهدت فيها مختلف بلديات الوطن توافد المواطنين لتسجيل أنفسهم، سواء الذين لم يسبق لهم الانتخاب أو ممن غيروا مقرات سكناهم. هنا على مستوى بلدية الجزائر العاصمة جرت إجراءات المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية في ظروف تنظيمية محكمة، أين فاق عدد المسجلين 900 مسجل جديد. كما تعرفوا العملية انطلقت منذ 12 جوان وتستمر إلى غاية اليوم، وهو آخر يوم للتسجيلات، والمواطنين متوافدين بكثرة على المكتب حيث بلغ عدد المسجلين الجدد 927 مسجل جديد، وتم شطب 171 ناخب من القائمة الانتخابية. يتعلق الأمر بأناس غيروا مقر إقامتهم. مواطنون عبروا عن ارتياحهم للتسهيلات المقدمة، خاصة وأن العملية تمت بشكل رقمي. استقبال فورميدابل ما شاء الله، كسوا ici ولا في l'état civil ولا في tout est parfait. Rien à redire. حق. Là, on ne me trouve pas sur le réseau. Je suis obligée de me réinscrire pour pouvoir voter. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. مراجعة القوائم الانتخابية إجراء روتيني يسبق كل عملية انتخابية بهدف تحيين قوائم الهيئة الناخبة. إجراء يندرج أيضا ضمن التدابير التنظيمية والتحضيرية لرئاسيات 2024 المقبلة.